6 بالتوقيت المصري. احتجاز 4 رهائن في أحد المطاعم بضواحي باريس. مهرجان القاهرة يستحدث جوائز دي للمستقبل لدعم واكتشاف الشباب. في مقولة بتقول الإشاعة بيطلقها الحاقد أو بيألفها الحاقد وبينشرها الأحمق، ينشرها الأحمق واللي بيصدقها يبقى غبي. هل إحنا عارفين نعرف أو ما نعرفش؟ وده مهم إن إحنا نقوله لحضراتكم، إنه حتى الهزار ليه حدود في الدين. هل إحنا نعرف إنه لو أنا شيرت بوست أنا مش متأكد منه ارتكبت ذنب؟ ممكن حد يقول طب أنا ذنبي إيه؟ أنا لقيت بوست وشيرته. تفاصيل مهمة هنقولها في الجزء الثاني من الحلقة لما هيشرفني ضيفي الدكتور الشحات عزيزي. أهلا بحضراتكم ولكم التحية. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان في احتفاليه، الاحتفاليه دي تهمنا كلنا، مش تهم الصناع او تهم رجال الاعمال، لا تهم كل مواطن مصري. ليه؟ لانك بتتكلم في صناعه، بتتكلم في عوده تصنيع، بتتكلم في عوده انتاج. عوده ايه بقى؟ انت بتتكلم في عوده شركه النصر لصناعه السيارات. الشركه دي كانت لها باع، لها تاريخ، لها اسم على مستوى العالم. النهاردة هذه الاحتفالية اللي أمام حضراتكم وعودة مرة أخرى بكل ما هو جديد لشركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج مرة تاني. خليني أرحب بالدكتور خالد شديد رئيس تنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات. أهلا بحضرتك معنا دكتور خالد ومبروك علينا كلنا. اهلا مدام عزه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. انا دايما اقول اي اضافه، اي مصنع، اي مكنه بتدور دي بتبقى اضافه لينا كلنا، مش لاصحاب هذا الشان او القائمين عليه فقط. تمام دكتور خالد، احكي لنا بقى. طبعا تاريخ عظيم، تاريخ مشرف كان لشركه النصر لصناعه السيارات. تاريخ دلوقتي الحاضر صناعه هذا المصنع وشركة النصر لصناعة السيارات في ايه؟ طيب احنا طبعا احنا عارفين ان شركة النصر لصناعة السيارات عمرها حوالي 64 سنة، تم انشاءها سنة 60. الشركة بدأت بتعمل جميع انواع السيارات، الاوتوبيس والعربية الملاكي واللوري والجرار الزراعي. وكانت احنا لازم نقول ان دي كانت اكبر واقدم شركه موجوده في الشرق الاوسط وافريقيا كلها. نعم. وكنا بنصنع كل انواع المكونات في الشركه، يعني احنا كنا بنعمل تقريبا كنا كمصريين وكمصر. نعم. وانا بقول في توقيت يمكن ما كانش عندنا حتى خبرات في الوقت ده كبيره، بس قدرنا بالامكانيات المتاحه عندنا ان احنا نعمل مكون محلي عالي جدا بترخيص من شركة فيات، عربية فيات كلها. نعم. وبترخيص من شركات ألماني للوري والأوتوبيس. نعم. المحركات. وبعدين حصل طبعا كلنا عارفين ان حصل ظروف للشركة، وفي كان تراكم للخسائر على فترة طويلة مما أدى ان الشركة حصل لها تصفية في سنة 2009. أيوه. وانا بعيد دايما الجملة دي وبقولها في كل مداخلة، اللي هي احنا صفينا شركة النصر في نفس الوقت اللي فيه الدولة العربية أخرى بدأت لأول مرة عملية تصنيع السيارات عندها. نعم. والنهاردة انتاجهم السنوي بيزيد عن 500,000 عربية. لا وعائد غير طبيعي ما شاء الله، بتكلم تحديدا على المغرب لو انا فاهمه صح. بالظبط. نعم. انا هقول لحضرتك عشان نعمل مقارنه. ايوه. دخل المغرب من 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 صناعه السيارات النهارده ممكن يزيد شويه على دخل قناه السويس في مصر. نعم. تخيلي. نعم. تخيلي المقارنه دي. نعم. احنا طفينا عندنا اللمبه واتنورت في المغرب. بالظبط. تمام.
اتفضل. احنا في سنة 2017 قررت الدولة ان الشركة ترجع من التصفية ونعيد بنائها تاني، ايوه. والهدف الرئيسي هو ان احنا كنا نلاقي شريك استراتيجي نتعاون مع بعض في ان يدلنا النهاو والدعم الفني واحنا نستثمر في المصنع والبنية التحتية. عملنا بعض المحاولات وربنا ما وفقناش فيها، نعم. ولغاية من سنة بدأنا نقول لا، احنا لازم نحط اهداف واضحة احنا عاوزين نعمل ايه، والاهداف دي عشان نحققها انهي استراتيجي نشتغل عليها. اشتغلنا بمنهجية عالية جدا وقلنا ان احنا لازم نبدأ نستثمر في الكيان ده لسبب مهم جدا، ان لو انا عاوز شريك يتعاون معايا لازم يشوف برضو جدية. ايه طبعا. فطبعا لما نبدأ نستثمر في الكيان ده بدأنا فعلا لقينا يعني شركات كبيرة جدا من العالم كله عاوزة تتعاون معانا سواء جوه مصر أو بره. نعم. احنا بدأنا شوية مشروعات في الشركة. أيوة. عفوا دكتور خالد، حضرتك في متن كلامك قلت لي كنا بندور حد يدينا النو هاو. معنى كده ان احنا بنبدأ مشروع جديد خالص من أوله، مشروع متطور، مشروع يعني قد يكون عندنا التجهيزات، عندنا المكن، ولا كل ده اتطور؟ أنا محتاجين نعرف كل التفاصيل دي. بالضبط. طبعا احنا قفلنا الشركة 2009. أي في الفترة دي كلها حصل تطور كبير جدا في صناعة السيارات. نعم. لما نتكلم على السيارات الكهربائية احنا ما عندناش خبرة كافية في تصنيع السيارات الكهربائية اللي هي تقريبا نص قيمتها البطارية نفسها. ايوه. فكان لازم اللي احنا بصدد تصنيعها في الشركة ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله. بس فاحنا قلنا لا، لازم نستثمر في البنية التحتية ونستثمر في الكيان العظيم. الكيان ده يا فندم مفيش زيه. احنا عندنا 9 مصانع. ايوه. المصنع الواحد مساحته 40,000 متر. ايوه. 10 فدان يعني. أيوة. المساحه دي مساحه عملاقه، ما فيش مصنع على بعضه 10 فدادين موجود. أيوة. عشان بس الناس تاخد الاحساس بتاع الرقم بتاع ال 40,000 متر. يعني. بس احنا عندنا الارض لكن امكانيات التصنيع عندنا الجديده. اتفضل. لا احنا طبعا المعدات اللي كانت موجوده عندنا كانت متقدمه جدا. بالزبط. جدا. واحنا قلنا لا، احنا هنعمل معدات متطوره جدا، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي في الفتره دي. وعلشان المعدات الجديده دي تيجي لازم نطور البنيه التحتيه اللي هي بقى لها 60 سنه ما حصلش فيها تطوير ملموس. احنا عندنا احتياج ان احنا نعلي القدره الكهربائيه، عندنا احتياج ان احنا ندخل الغاز علشان طبعا عوامل البيئه. نعم. عندنا احتياج ان احنا محطات معالجه لخامات الدهان اللي بتطلع علشان ما تروحش على الصرف ويبقى في مشكله بيئيه عندنا. لا عندنا مشروع كبير جدا. سواء بنيه تحتيه او خطوط انتاج حديثه علشان نقدر نصنع السيارات. طيب. خلينا نقول للمشاهد بعد اذن حضرتك دكتور خالد، امتى هيبقى عندك عربيه؟ ممكن امتى هنبقى زي المغرب من الاخر كده؟ وبنستهدف انتاج قد ايه؟ ايوه. بس احنا بنبدا دلوقتي مشروع كبير. أيوة. والمشروع قائم على النو هاو بتاعنا برضو كمصريين، على الخبرات اللي موجوده عندنا، ومع شريك اجنبي بيساعدنا في ان احنا الجابس اللي مش موجوده عندنا يساعدنا فيها، انما احنا عندنا خبرات كويسه، بالمناسبه مصر فيها صناعه سيارات الى حد ما هنقول عليها شغاله. عندنا صناعه بمعنى صناعه؟ عندنا صناعه، في طبعا حاجات تجميع وفي حاجات صناعه. لا صناعه مش تجميع. ده اللي انا بتكلم فيه. نعم. عندنا صناعه يعني محتاجه تتطور علشان نوصل لمستوى المغرب. بس لازم نبدا كمان بكده. لازم طبعا. لازم. يعني مصر فيها نقص شديد جدا في مصانع السيارات. عندنا المصانع اللي موجوده كلها الانتاجيه بتاعتها 5,000 سياره. طب احنا بنستهدف ايه من شركه النصر لصناعه السيارات دكتور خالد؟ بنستهدف كميه قد ايه من سياره مصريه
خارجة من هذا المصنع؟ احنا اولا بنستهدف شركة النصر كشركة النصر انها تكون مركز لصناعة الطائرات في الشرق الاوسط. كويس. يعني بعمل عربية، بعمل صناعة مغذية، بعمل اتوبيس، بعمل النقل الخفيف، عربية البيك اب، النقل. بيبقى عندي هنا تنوع في السيارات اللي بعملها. وفي نفس الوقت هدف اساسي عندنا ان احنا نطور صناعة المغذية. الصناعة المغذية دي الـ 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 الروح بتاعة صناعة السيارات. انا النهاردة ما فيش مصنع بيعمل كل حاجة طبعا من الالف للياء، طبعا ولا في المانيا ولا في اوروبا. صحيح. ولا في الصين. صحيح بالضبط. فاحنا عاوزين نعمل صناعة تكميلية بحيث ان انا ابقى عندي المكونات اللي انا محتاجها في السيارة تكون برضو متاحة عندنا على مستوى عالي وبكميات كبيرة. نعم. احنا المصنع بتاعنا تم تصميمه اللي هو مصنع سيارات الركوب. ايوه. نتكلم عليه. تم تصميمه على سيارات الركوب اللي هي تقصد بيها الملاكي ولا تقصد الملاكي؟ الملاكي. الملاكي. ايوه. نعم. مصمم على ان احنا ننتج في الوردية الواحدة في السنة 20,000 سيارة. هايل. لو قسمنا الرقم ده على 250 يوم عمل بنتكلم في 80 سيارة في اليوم. لو قسمنا ال 80 على 8 ساعات عمل بنتكلم في 10 سيارات في الساعة. تمام. ده امتى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول مفتاح يتضرب كده؟ امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله في شهر 5 السنه الجايه. 5 25 ان شاء الله. هايل. احنا بنتكلم في توقيت قريب جدا. هنا بنتكلم سياره عاديه فندم ولا هنبدا بالكهرباء؟ عندنا الاثنين. الاثنين هيبداوا في شهر 5. طب احنا كده نحجز امتى؟ طيب يعني ده يعني احنا قبل البداية بشهرين ثلاثة هيبقى في حاجة زي لونش للعربيات. ده بجد؟ هايل. لا احنا شغالين. احنا اكيد شغالين. اكيد انا متأكدة، بس عايزة اوصل تأكيدي ده للمشاهد من خلال حضرتك يا دكتور خالد. يا فندم احنا حاليا المشروع شغال وشغال. يعني الناس نقول للناس استنوا تحجزوا عربياتكو المصرية دي، او يعني فيها مكون كبير مصري او انتاج، خلينا نبقى بشكل اوضح، شركة النصر لصناعة السيارات من شهر فبراير مثلا. يعني احنا طبعا بنعمل جنب عملية التصنيع والاعداد لعملية التصنيع نفسها بنعمل الماركتنج بلان بتاع خطة التسويق. مفهوم. وخطة التسويق هيبقى واضح فيها جدا احنا ننزل امتى بالبوست بتاعنا علشان الناس تبدا تحجز عربية. هايل. طيب دي هتبقى في التوقيت ده معروفة للسوق عندنا. نعم. وهتبقى معلنة ان شاء الله. طيب سؤالي الاخير ومحتاجة افهم، هل هيبقى في سعر مختلف تماما عن سيارات الماركات العاديه اللي موجوده في الشارع المصري، ولا هتبقى قريبه، ولا شويه هيبقى السعر جاذب لينا كمصريين كشباب اللي هو يروح ناحيه انتاجه بقى اكتر؟ يعني ما هو لازم يلاقي ميزه. والله بص حضرتك سؤال بايخ صح؟ بايخ وصعب. لا احنا مستهدفين سيارة في اللي هو بنقول عليه ال 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 السيجمنت اللي فيه فوليوم كبير. كويس. اللي هو يعني ما اقدرش اقول على قيمة سعرية دلوقتي. طبعا طبعا مفهوم. انا بتكلم على فكرة السعر. لا شكلكم حاطينها اللي هو زي ما السوق ماشي. ما عنديش مشكلة برضو، احب اشوف في الشارع المصري عربية مصرية من إنتاج شركة النصر. بس أود حضرتك إنها هتكون عربيات جميلة جدا، عربيات بتقنية عالية جدا. أكيد. وعربيات مناسبة للمستهلك المصري. أكيد أكيد. موفق ومبروك دكتور خالد شديد. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. مجرد إن أنت تلاقي كده عربية تقول ده صناعة مصرية. عارفين، معلش موضوع طول بس يستحق الحقيقة. عارفين أول ما حصلت فكرة، خليني بشكل واضح، خروج بعد مثلا البراندات من مصر، فابتدت الصناعه المصريه وقعدنا نشجع الصناعه المصريه. لما حصلت مقاطعه فترات، احيانا في ظروف بتساعدك بتبقى فرصه.
وقلنا مقاطعة، فابتدت الصناعة المصرية، فابتديت انت توصل لمرحلة انه الله والله عندنا صناعة مصرية كويسة، وابتدينا نقول ملاحظاتنا على الصناعة المصرية، يا جماعة خدوا بالكم من كذا، يا جماعة احنا جايلنكم يا تجار ويا صناع، خدوا بالكم احنا عايزينكم، بس انتوا كمان لازم تقدم لي خدمة، لازم تقدم لي لازم تقابلني كويس، تعاملني كويس، لازم زي الاجنبي بالظبط لما كنت بروح له، انت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع الناس دي. فكرة انك تقعد تحكي في حد ذاته انه على فكرة والله انا لقيت منتج كذا مصري ده حلو، ملابس كذا دي حلو، احذية كذا مصرية دي جميلة، نوع من انواع المعلبات في الغذاء او المشروبات، وده حصل، فيحصل الحوار، انت في النهاية حوار بيحصل على صناعة مصرية، فاهم اقصد ايه؟ قد يكون موضوع بسيط لكنه مش بسيط، مش بسيط. انت لما تتكلم تقعد تحكي عن صناعة مصرية في عربيات و2009 لو أنا فاكرة صح أو 2008 ضاع من مصر فرصة عبقرية في الديل اللي حصل وراح المغرب، مبروك عليهم، اشتغلوا عليه كويس قوي، عملوا صناعة، عملوا اسم، بس عايزين نستفيد من الفرصة اللي راحت مننا في 2008-2009 ونشوف ازاي نخدم هذه الصناعة لإقبال. بتتكلم في رقم مرعب للمصريين في احتياجهم للسيارات. خليني أطلع فاصل وبعد الفاصل أتواصل مع حضرتكم. دينا حاجة غريبة بتحصل، تحس ان هي متكررة، عندها حاجات بتتكرر وكأنه ما حدش بياخد باله او ما حدش مركز او ما حدش مش او ما حدش عايز يعرف او ياخد باله، زي الحوادث، بنا يا رب يحفظ الجميع، تلاقي الحوادث بيروح فيها ارواح كتيره جدا، مصابين مرميين في المستشفيات، في النهايه بتلاقي نفس السبب، اقول لك ايه، خطا بشري، ما هو اللي بيسوق اكيد اللي راكب ده ملوش ذنب، يعني اللي قاعد في الاتوبيس ده او قاعد في العربيه ده اكيد نسبه كبيره هو ملوش ذنب، فكرة في اللي قاعد على الدركسيون واللي سايق، ما هو يا إما هو مدي سرعة غير عادية متخيل نفسه أنه ما حصلش في السواقة فبالتالي يحصل اللي يحصل، أو قاعد بيشات على التليفون هو سايق، مش هنكذب، بيتكلم ومندمج جدا، سرح، يعني أقصد في النهاية بتتقال جملة خطأ بشري، بنحفظكم ويحفظ الجميع. لكن انت بتتكلم في الحادثه بتاعت بورسعيد، 12 اتوفوا، ربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهاليهم ويربط على قلوبهم يا رب، وفي 20، ال 20 دول مصابين، ربنا يا رب يشفيهم ويشفي كل مريض. لفت نظري بقى في الموضوع ده ايه؟ لفت نظري انه بورسعيد طلعت المحافظه وصلت لمرحله انها بتهيب، محافظه بتهيب وبتتمنى وبترجو السادة قائدي السيارات النقل تحديدا التقيل، الالتزام بالتعليمات وعدم السير على طريق بورسعيد المطرية طبقا للتحذيرات واللوحات الإرشادية الموجودة بالطرق، وإنه إلا يخالف التعليمات دي هيتم مساءلته قانونيا، زي ما أنت تبقى مش مسعى الدائري مثلا فجأة تلاقي توك توك جنبك وانت سرعتك ما ينفعش التوك توك يبقى موجود، فجأة وانت ماشي في اي طريق تلاقي واحد جاي بالعكس في وشك، بيحصل ده يا جماعة، احنا مش هنكذب على بعض، لكن هل العقوبة بتبقى واضحة بالنسبة للناس؟ خلينا نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل المحامي بالنقد. أستاذ وسام مساء الخير فندم. مساء الخير يا أستاذ عادل. أستاذ وسام، العقوبة القانونية للناس اللي بتمشي نقل تقيل، انت تابعت طبعا حضرتك الحادثه بتاعت بورسعيد. ايوه فهم. واكيد حوادث كتيره شفتها ونفس الخطا البشري. العقوبه ايه يا فندم؟ والله حضرتك اللي مش بيلتزم بالتعليمات. العقوبات هنا قانون العقوبات وقانون المرور وضع عقوبات ووضع محاذير للمخالفه. إن كانت في قانون المرور أخف شوية، لأن قانون المرور قانون خاص فبتميل أكثر إلى المخالفة، إلا في بعض الحالات زي السير عكس الاتجاه اللي فيها حبس يصل لمدة عام. اللي ما بيلتزمش بقواعد المرور ده بيطبق عليه قانون المرور بس.
قانون المرور، ودي في الغالب بتبقى مخالفات بتتراوح من يعني مبالغ ماليه مختلفه. وزي ما قلت لحضرتك قانون المرور قانون خاص، يعني بتبقى مخالفته مخالفه المرور. ايوه. او خاص بتنظيم قواعد المرور. اللي احنا بنقول عليها المخالفات اللي بنروح ندفعها. المخالفات المروريه. تمام. قانون العقوبات اختلف تماما في وضع الضوابط والعقوبات المشدده والمشدده لتنظيم الاخطاء البشريه، وفرق بين نوعين من الاخطاء. خطا يؤدي الى موت او وفاه ضحايا، وخطا ثاني بيؤدي الى الجرح او الاصابه. ايوه. نتيجه الرعونه وعدم الاحتراز، او نتيجه تعاطي المخدرات، نتيجه السكر، ايا ما كان. صحيح. ايوه. ووصل كمان قانون العقوبات في هذه الحالات الى وضع عقوبات مشدده، تشديدها طبعا. بالنسبه للحالات الوفاه تصل العقوبه في حاله التشديد الى 10 سنين. نعم. بس هنا بيشترط القانون وجود الظروف المشدده. زي ما قلت لحضرتك السكر، المخدرات، النكول. أيوه. والنكول هنا المقصود بعدم المساعده. نعم. يكون في ايد الشخص اللي ارتكب الجريمه مساعده انه ينقذ حد او المصاب او ينقذ حد فهرب من مسرح الجريمه دون مبرر ودون مسوغ. في الحاله دي بيكون المردود هنا العقوبه وتشديدها، وتصل فيها الى مده 10 سنوات. طيب. اما في حاله الاصابه مع نفس الظروف المشدده اللي هي النكول او المخدرات او السكر او ما شابه ذلك، بتصل العقوبه فيهم الى 5 سنوات. طيب. لكن الاصابه العاديه او الاصابه الجرح العادي او الايذاء العادي، ده بيكون المده فيه بتتراوح من سنه وغرامه او احدى العقوبتين. طيب. احنا بنتكلم في حوادث استاذ وسام نتيجه الحادثه كارثيه، بتتكلم في اعداد بيوت كتيره حزينه والعزمه ليها، وبتتكلم في مستشفيات ايضا. انت شايف الردع اللي ممكن يحصل علشان الحوادث دي يخف النوع ده منها، فكره عدم الالتزام بتعليمات المرور؟ القانون هنا حضرتك وضع ردع للعقوق للشخص المخالف، وفرق برضه بين اذا كان ده شخص فرد واذا كانوا ثلاثه. زي ما قلت لحضرتك اذا كان اكثر من ثلاثه بتتشدد العقوبه بتوصل ل10 سنين. يعني ما اعتقدش ان في عقوبه اكثر من عقوبه سلب الحريه يضعها قانون العقوبات. بس ديك شايف كمية الحوادث كتيرة ازاي؟ الخطأ أو الإصابة الخطأ، لأن برضو إحنا هنا سعادتك يعني لما بنذكر في القانون ده بنقول خطأ، سواء قتل خطأ أو إصابة خطأ. ما بنقولش إنها متعمدة. نعم. بس كتيرة الأخطاء البشرية يا فندم. هي كتيرة الأخطاء البشرية. بس ده نتيجة ثقافة بعض يمكن السائقين او بعض القائمين على خطوط السير. دي يعني الثقافه دي برضو عندنا يعني فيها خطا كبير. ولكن القانون في حاله تطبيقه في هذه الحالات طبعا بيكون مشدد، وده بيجي بعد ما تتم بقى المعاينات اللي بتتم من قبل مامور الضبط القضائي اللي هم وزاره الداخليه، ومن قبل المعاينات النيابه العامه وتحقيقات النيابه العامه ونفكر عنه بقى. يعني نتمنى ايجاد الخطا بشكله القانوني. تنتبه لهذا الكم الكبير، لان ارواح بتروح. بشكر حضرتك استاذ وسام اسماعيل محامي بالنقط. خليني ارحب بدكتور ايمن الضبع. دكتور ايمن مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ عادل. اهلا استاذ المشاهدين. اهلا. الاخطاء البشريه، انا قلت كده ان الواحد بيبقى ماسك التليفون بيبقى بيتكلم مع اللي جنبه وسايق سرعه، لكن ايه الاخطاء البشريه اللي بتودي في داهيه بالشكل ده؟ اسمحي لي يا استاذ عادل بس في البدايه خالص التعازي لاسر الضحايا لابرياء الشهداء الذين لفوا فعلا ابرياء مصرعهم في هذا الحادث المؤلم. نعم. بل لكل ضحايا حوادث الطرق على كل ربوع مصر. يعني شيء مؤلم، شيء مكلف للدوله، شيء كلنا بنتاذى. ايوه. طبعا العنصر البشري احنا عندنا مثلث كده، مثلث الاسباب الحوادث ترجع للمركبه والعنصر البشري والطريق. أيوه. ويمكن الضوابط والمحددات ايضا اللي بتخش تحتها القوانين والقواعد المنظمه، ودي نقطه مهمه جدا يجب الالتفات ليها. نعم. لكن بصفه عامه انا اقول لحضرتك بعض الارقام اللي تخض موضوع مصدمات الطرق، عشان احنا مش عايزين ناخد حادث بعينه، لكن الموضوع احنا عايزين ناخده بشكل يعني. لكنه هو اشاره لان احنا نتكلم عن الحوادث بالظبط. انت عارف حضرتك دراسه اتعملت في اكاديميه البحث العلمي احنا كنا مشاركين فيها. ايوه.
عن ازمه المرور والنقل في مصر عملت سنه 2017 قالت ان ازمه المرور دي بتكلف الدوله المصريه قد ايه، وحاولنا نصل الى ارقام فلوس يعني تكلف اقتصاد مصر قد ايه. صدمات الطرق تكلف اقتصاد مصر 67 مليار جنيه في السنه. يا خبر ابيض. ودي ارقام، واحنا كتبنا في نهايه التقرير ان لو تم تدقيق هذه الدراسه باكثر دقه يعني الارقام هتبقى مفزعه عن كده. عن كده، ده 2017 الاحصائيه اللي حضرتك بتقولها. 2017 ده دراسه حضرتك. دراسه. اهدار الوقت 84 مليار جنيه في السنه. استهلاك وقود زائد وتلوث بيئي 24 مليار جنيه في السنه. يعني حوالي 167 مليار جنيه سنويا نقد اقتصادي على الارض. ده غير الارواح. لا ما هو في الدراسه بيتم تحديد طبعا الارواح لا تقدر. مفهوم مفهوم. دراسة انا اقتصاديه دي دراسه اقتصاديه لازم اقول للمشاهد. بالاضافه لخسائر سميناها خسائر غير مباشره هي تكلفه بقى الاستثمار وتكلفه السياحه كل ده بيمثل كلفه صحيح غير مرئيه يعني. نعم. دي حوالي 250 مليار جنيه دي ليها يعني فاتوره 426 مليار جنيه. نعم. كلفة ضخمة جدا عملاقة. عشان كده كان توجه الدولة المصرية لتطوير الطرق. مصر عملت 7000 كيلو من الطرق الرئيسية. نعم. طورت 10000 كيلو من الطرق المحلية، يمكن لأحدها الطرق المحلية هو الطريق اللي وقع عليه الحادث. عندنا طرق محلية حوالي 24 أو أكثر. نعم. 1000 كيلو محتاجة تطوير رفع كفاءة. لكن العنصر البشري بقى، يبقى العنصر البشري. كيف نواجه مشكلة العنصر؟ كلنا بنشوفه في الشارع. كلنا بنشوفه وبنتخض وهو ماشي من جنبنا وهو معدي وهو يعني وبنشوف فيديوهات لناس بتعمل حاجات غريبه جدا. هل الاصلاح لده يبقى بالعقوبه فقط؟ انا يعني اكثر من 30 سنه خبره في هذا المجال. طبعا العقوبه واحده، بدليل ان احنا شددنا عقوبه السير عكس الاتجاه، بقت العقوبه هي الحبس وجوبي. الحبس عكس الاتجاه بقى الحبس. الحبس الاول الحبس والغرامه واحد هاتين العقوبتين، دلوقتي بقت الحبس ما فيهاش غرامه. والقياده تحت تاثير مخدر الحبس ما فيهاش غرامه. هل انتهت هذين المشكلتين؟ لا. يبقى الموضوع محتاج يصاغ بشكل كبير جدا، محتاج يبقى عندنا تعليم، تدريب، توعيه. نعم. ده حاجه مهمه جدا، محتاج صحيح. نتكلم عن موضوع مصدمات الطرق. نعم. والاهم من ده يا فندم ان يبقى عندنا كيان مسؤول ومختص له سلطه ومسؤوليه واختصاص في موضوع مصدمات الطرق. الموضوع ده يبقى لان السلامه على الطرق بتمثل 17 وزاره. 67 عايز كيان يضم ده كله يبقى معني بايه؟ مسؤول ومختص ويتحاسب، يعني له سلطه ومسؤوليه ويحاسب. الكيان ده يحاسب ليه لو في خطا بشري؟ الكيان ده هو اللي هيضع المخططات عشان نرتقي بالعنصر البشري. تمام. فهمت. عارف حضرتك؟ نعم نعم. معظم الدول يوجد مثل هذا، وانا بأناشد يتم طبعا الهيئه الوطنيه للسلامه على الطرق برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. لتعدد الوزارات ذات الاختصاص اللي موجوده. هايل هايل. ده يعني خلينا نتكلم جو تو ذا بوينت. وده شكل علمي، وده شكل علمي اللي حضرتك بتقوله. كل الدراسات قالت كده وكل التوجهات، والعالم كله الناس اللي ليهم تجارب ناجحه في هذا المجال. لابد ثقافه برضه. انا بأناشد كل المختصين مراجعه انشاء هذا الكيان. نعم. بالاضافه في قانون مرور جديد موجود حاليا في مجلس النواب، الحكومه كانت رفعته. نرجو ان النواب يتم يبت فيه. شكرك دكتور أيمن الطبع، بشكرك شكرا جزيلا. تبس وانت ماشي كده لو فكرت في انه اللي انت بتعمله في غيرك ده ممكن يتعامل فيك، يعني مسألة مش سهلة، دي أرواح بتروح. خليني أطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني دكتور الشحت العزيزي، انتظرونا. موضوع الإشاعات وحرب الإشاعات موضوع مش سهل، ومش عايزة حضراتكم تزهقوا في كتر الكلام فيه، لأنه إزاي نزهق من حاجة ممكن أو حصل إنها وقعت دول قبل كده. لا بالعكس، ده احنا لازم نتكلم فيه كتير. عشان كده بتعجبني دايما الأفكار لما طرح جمال الكشكي في إنه هيطرح مسألة مناقشة مواجهة حرب الشائعات على طاولة الحوار الوطني ضمن جلسات الأمن القومي، ومصر تواجه حرب وجود. عشان كده مهم
طول الوقت نعمل ده. خليني ارحب بضيفي اللي مشرفني دكتور الشحات عزازي. مساء الخير فندم. اهلا وسهلا مرحبا. متشرفه بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك. انا بدات وقلت انه في مقوله بتقول الاشاعه بيالفها حاقد. نعم. اللي بيعمل بيرسم الاشاعه دي واحد حاقد. نعم. وبينشرها الاحمق والغبي هو اللي بيصدقها. قد نكون لا نعلم انه تشيرنا لخبر خطأ بهدف او كاذب، خليني دقيق، بهدف هد كيان محقق نجاحات عظيمة ومسمى على مستوى العالم، لكن الهدف هو هده، او دول او جيش او شرطة او قضاء او كيان مؤسسي يعني قائم على صناعة مثلا زي صناعة الإعلام كده. فإحنا ممكن نكون مش فاهمين، ولا عادي إنه أنا أشير طالما إن أنا ما كتبتش، مش أنا اللي كتبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شاكر لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه اللحظات في ميزان حسناتنا، اللهم نافعة لنا يوم نلقى الله. اللهم آمين. مسألة الشائعة كلمة تسير بين الناس فتأخذ أحجام كبيرة. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء من هذه الأمور دون علاج، وربنا سبحانه وتعالى أشار لها في القرآن الكريم. نفس الوصف اللي حضرتك قلتيه ده، إن أنا شفت خبر مش أنا اللي عامله بس أنا نشرته. طيب أنا قرأت الخبر ده وتحققت منه؟ لأ. فكأن أنا مجرد ما سمعت الكلمة رجعتها تاني. فأنا الكلام ما مرش على العقل، كأنه مجرد مرور على اللسان. ربنا وصفه في حاجة وصف رائع. إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه بألسنتكم. بمعنى المفروض التلقي بالأذن. إنما التلقي باللسان يعني بغبغان بيردد الكلام اللي اتقال. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. نعم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سبحانك، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. هذا بهتان عظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف بيقول إيه؟ إن هذه الشائعة أو الكلمة التي تسير كلام الناس فيها عامل زي مين؟ زي البغبغان بيردد كلام من غير ما يقوله. طب في الآخر إشاعة لهذا الأمر. طب أعمل إيه؟ ربنا قال لنا على الحل نعمله. أول ما يصل إلي الخبر فأنا واحد من اتنين، إما إن أنا إنسان معني بالخبر ده فأبحث عنه وأدور عليه وأشوف أصله وأبدأ أتعامل معاه وأعالجه. طب الخبر لا يعنيني، خليه يقف عندك. طب لو نقلته أنت شريك فيه. طب حتى ده حقيقة، قال له حقيقة بس أنت مش المصدر بتاعها، مش أنت اللي مسؤول عنها. حتى لو حقيقة، حتى لو حقيقة. ده احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ده في حديث تاني قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا نشرح يعني ايه؟ يعني انا عندي احنا هنقرر معلومة حقيقية، هنقرر هذا اللقاء. عايزة حكم صانع الإشاعة اللي صنعها. انا دلوقتي عز مصطفى مسكت التليفون قلت ايه، انا هطلع إشاعة بقى على مولانا الشحات. استقال، تزوج من ايا كان، ايا كان الخبر، انا قررت اصنع إشاعة. حكم صانع الإشاعة مجرم، مجرم ويعاقب. الشائعة دي بيترتب عليها ايه؟ بيترتب عليها افساد مجتمع، يبقى عقوبة افساد المجتمع. تعالي بقى حضرتك، عندنا في حد في الاسلام اسمه حد الحرابة. يعني ايه؟ جماعة مسلحة طلعت على المجتمع عشان تعتدي عليه. انحصرت في جماعة مسلحة رفعوا السلاح. ده احنا لو رجعنا للآية نلاقي الموضوع اعم من كده. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. نعم. يعني مجرد لا ده ما حملوش سلاح، ده بدأوا يعرضوا أخلاق وقيم المجتمع
بدأوا يهدموا في ثوابت المجتمع، بدأوا يحبوا أن المجتمع يبقى مجتمع منحل وخارج عن الأخلاق والقيم، بدأوا يفسدوا في الأرض بنشر شائعة فالناس تبدأ تتوجه، فالمؤسسة دي تقع عشان قالوا كلمة عنها، يبدأ الناس يتجهوا لمؤسسة تانية يلاقوا الدنيا برضو، فبدأ المجتمع يتداعى. دول حدهم إيه وعقوبتهم إيه؟ قد تصل إلى القتل، قد تصل إلى السجن، قد تصل إلى العقاب الشديد حتى يكون رادع لغيرهم. حضرتك قلت لي صانع الإشاعة هو مجرم. مجرم طبعا. إيه حكم الدين في المجرم إيه؟ هذا المجرم قصاد ربنا لما هنوقف قصاد ربنا، لما نقف قدام ربنا نقول له والله الشائعة بتاعتك دي ترتب عليها إضرار الناس في صحتهم وفي أموالهم، يبقى كأن كل هذا الضرر يتحمله هو، فيعاقب عقوبة من أفسد هذا. لما يجي المصنع من المصانع العمال اللي فيه بسبب هذه الشائعة خربوا وأفسدوا وتضرروا، فهو المسؤول عن هذا، يعاقب عقوبة من أجرم وسطى على هذا المكان. لما يجي مؤسسة من المؤسسات بدأ الناس يتوجهوا إليها بالتخريب والإفساد من أجل كلمة قالها فلان، يبقى كل تخريب وإفساد يتحمل عقوبته هو، لأن اسمه إيه بقى؟ إيه؟ المحرض. المحرض طبعا، المحرض، لأن أنا عند المحرض كلمة اللي بنقراها دي ليها معنى في الدين العظيم. التحريض على الجريمة جريمة، والمحرض على الجريمة شريك فيها. يعني أنا لما أقول يا جماعة لا الواحد مش عارف يعيش في البلد دي، في بوستات بتحصل كده حضرتك متابع، أنا بتكلم ببساطة عشان إحنا بنستهين بكل شيء، فأتاري الحساب يعني ربنا يلطف بينا. يعني يقول لك يا عم بلا وجع الدماغ بقى انزلوا ولعوا في المدرسة دي، ده الدراسة مش عارفة إيه مثلا. طيب حضرتك مجرد ما أول حد يبدأ يتعدى على هذا المكان أنا شريك معاه في هذه الجريمة. أنا اللي حرّت؟ طبعا أنا شريك. اللي حرّت ده شريك، يحاسبني ربنا لا مش ربنا بس، يحاسب شرعا وقانونا. يعني لو إن المشرع أو رجل القضاء أصدر عليه نفس الحكم قانونا مفهوم، أصدر عليه نفس الحكم يا مولانا شرعا، بكلمك شرعا، شرعا عشان إحنا بننسى. لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة لهذا الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى سمى إفك وسمى افتراء وسمى الذين يشيعون هذا الفساد في داخل المجتمع لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا والآخرة فتح الباب لنا أن احنا نعاقبهم على هذه الجريمة قانونا، وفي الآخرة قال له لا، عقوبتك هنا ما تنفيش عقوبتك في الآخرة، لأن ترتب على العمل بك إضرار بالناس في معايشهم فأنت مسؤول، وكفر بنعمة الوطن فأنت مسؤول، وتخريب بيوت الناس فأنت مسؤول، وهتك أعراض الناس فأنت مسؤول، وتثبيط عزائم الناس وتأخيرهم فأنت مسؤول عن ذلك، لأن الإنسان هذا الأمن النفسي له ثمن. إما يبقى إنسان طبعًا خائف وفزع ده طبعًا دي لها ثمن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخليني معنى كده أن اللي يخليني طول الوقت أنا كمواطن أو أنا كمسلم متوترة، مش جريم، مش عايشه حياتي طبيعيه، ده هيحصل كذا من كتر الاشاعات، نعم ده هيحصل، ده كمان التوتر اللي انت عامله لي ده هتحاسب عليه، افسد علي حياتي. فاذا افسد علي حياتي الله عز وجل يعاقبه على ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل سيدنا عمر قال له اذن لي ان اضرب عنقه، قال له لا، انا وهو اولى بغير ذلك منك، تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن القضاء، يا عمر اذهب فقده حقه وزده مقدار ما روعته. يبقى الترويع ده جريمة. جريمة لازم يعوض. مين اللي عوضه بقى؟ اللي روعه. يعني يبقى أي إنسان يصدر أي شائعة تؤثر على ولو فرد واحد فهو أجرم في حق هذا الفرد، فربنا هيسأله يوم القيامة أنت عملت دي بأي حق؟ هذا الإنسان أنت مسؤول عنه. ويقف أمام الله يوم القيامة يطلب بحقه منه، يقول يا رب هذا ظلمني، هذا قهرني، هذا أثر علي، هذا أفسد علي حياتي، فيعاقب على هذه الجريمة. يبقى لازم كل أمر من الأمور لابد أن نتعامل معه. مسألة أن فلان ده مش أنا اللي قلتها، قال له لكنك نشرتها، طالما صدرت منك فأنت مسؤول عن كل من أوصلتها إليه وشاركت نعم. المجرم الأول في جريمته. أنا ممكن أشير لحضرتك أي بوست أو أي خبر مضروب
واقول لك انا تقول لي ايه ده هو ده حقيقه، اقول لك والله جالي كده. لا ده انا هقول لحضرتك على مصيبه اكبر من كده. قول. قد يكون اللي اصدر الكلمه في الاول انا لا اثق فيه. نعم. انا ما اثقش فيه، لكن انا واثق في حضرتك. اه. فهي جات لي من عند حضرتك بدات اصدق. اه. فدي مصيبه. يعني لما واحد مثلا هيبعتها لاصدقائه هو مصدر ثقه عند اصدقائه. فاصدقائه خلاص الكلمه ممكن تكون جات لهم قبل كده لكنهم تجاهلوها، انما ما جات لي من عند صديقي لا خلاص بقى اصبحت مصدر ايه؟ ثقه. مصدر ثقه. يبقى انا اشتركت في جريمه اكبر. مش هيبعت اي كلام، هو مش هيبعت اي حاجه. ده لازم اكيد شافها وتحقق منها وتاكد منها. ففي الحاله دي بدا عمل ايه؟ عملت انا، اصبحت انا الصانع الحقيقي لهذه الجريمه. بنشر له، باشاعه له. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن قريش أرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وبعدين عند حضرتك يمكن الموضوع عند السادة المشاهدين ارتبط عندنا في الإسلام بصنفين من الناس. نعم. مصدر نعم. الشائعات صنفين من الناس. نعم. الصنف الأول المنافقين. أيوه. ليه؟ لأن المنافق في داخل كل مجتمع ليس ابن هذا المجتمع، وإنما هو ابن المصلحة. أيوه. نفسه ضعيفة. ليه؟ مصلحته مع عدو هيبقى عدو عليه. أيوه. ومن جبنه ومن ضعفه مش قادر يصرح بكده، فهو أشبه ما يكون ربنا يعافينا جميعا بالمرض الخبيث داخل المجتمع، يتشكل بأشكال المجتمع وليس منه، ده خطر شديد. النوع الثاني بقى إنسان مهمش ضعيف النفس، عايز يجد لنفسه، عايز يجد لنفسه دور في الحياة، اللي هو التوافه. نعم. اللي سماهم الحديث الرويبضة. الرويبضة معناه هذا الشخص التافه يريد أن يكون له مكانة، يريد في أن يوجد له دور في داخل المجتمع. نعم. يوم يعمل إيه؟ يتصيد أخبار ويدعي أنه زي ما كان زمان بتاع أبو العريف. أيوه. أنا اللي عارف كل حاجة، وأنا اللي كذا وكذا. هتسمعوا قريبا عن كذا، وهتشوفه قريب كذا. ده أنا من مصدر معلومات أنتم ما تعرفوهوش. نعم. أنا عرفت كذا وكذا، ده أنا ليا أصدقاء في مكان كذا وبتاع، ويبدأ يصنع هذه الشائعة التي يستشعر فيها أنه له وجود، أنه له كيان، أنه هذا التصرف يطلق على هذا الشخص في الإسلام رويبضة، إنسان تافه. مهم نفهم مريض الناس. ما احنا الناس بتقعد تسمع، ما احنا اقول لحضرتك وعندنا انسان حديث الافك، لكن عايزين نشرح لما على الارض ده معناه ايه. عندنا في النصوص الشرعيه في موضوع في قلوبهم مرض. نعم. فزادهم الله مرضا. نعم. بعض الناس يقول في قلوبهم مرض، مش فاهم المعنى لانه اصلا ما درسش الالفاظ الشرعيه. أي. في قلوبهم مرض، المرض ده قد يكون نفاق وقد يكون ضعف نفس. ممكن يكون مش منافق. يبقى بس يعني نفسه هو ضعيفة. مش طبيعي. نفسه ضعيفة. إنسان غير سوي. والمريض النفسي غير المجنون. أيوة فهذا طبعا. إنسان غير سوي. طبعا. فهذا الإنسان الغير سوي ملوش أي دور في المجتمع. ويحس إنه هو يعني في آخر الصف، فلقي نعم. فرصة إنه يجد لنفسه مكان المشهد. يتصدر المشهد، يقول لك لا ده أنا عرفت كذا. طب أنتم ما عرفتوش يا عم، ما وصلناش الخبر ده. يقول لك أنتم ما تعرفوش اللي أنا أعرفه. يبقى اللي بيساعد في الحروب النفسية حتى يعني بفكرة نشر الإشاعات الكاذبة، في علاقة ما بين الإشاعات والكذبة؟ يعني ينطبق عليه في الإسلام أيضا هو كاذب حتى ولو كانت المعلومة التي يقولها صحيحة؟ لا فسرها لي دي. يعني إيه بقى؟ أنا قطعتك فيها دي في الأول. هقول لحضرتك. أنا دلوقتي اللي بيتكلم في السياسة أهل السياسة، واللي يتكلم في الاقتصاد أهل الاقتصاد، واللي يتكلم في الفتاوى الشرعية علماء الدين، واللي يتكلم في التعليم أساتذة التعليم. لما يجي واحد رجل محترم وعلى مكانة، ورجل نفترض مثلا ان هو مع احترامي لكل الناس درس دراسة معينة وشغلته في الاقتصاد، تمام. لما يجي يخرج عن نطاق الاقتصاد ويقول معلومة لا تقبل منه، يبقى إذا قال ما ليس في مجاله فهو كاذب، لأنه في مجاله ناقل. ويحاسب حساب الكاذب. ويحاسب حساب الكاذب إذا أراد إشاعتها. لما يبدأ ينشرها. ليه؟ مش بتاعتك. طيب فاضل لي دقيقة. إيه من وقت للتاني محتاجين نحكي التفاصيل البسيطة دي لحضراتكم. إيه دكتور شحات، لما تبقى حياتي على الهوى لايف، اتجوزت فأنا عاملة لايف، طلقت فأنا عاملة لايف بقول اتطلقت، حياتي في بث مباشر طول الوقت، إيه صحية مصدعة بشرب قهوة بقى. ده يعني حاجات دي في الدين ايه؟ لما جعلت حياتي على الهوى، لما جعلت البيوت والستر.
إنما جعلت الأبواب لتغلق على ما وراءها، هذه هي الحياة. إنما أن تكون الحياة مشاع أمام كل الناس إثم وذنب. إثم وذنب. وذنب. طبعاً إشاعة الحياة خاصة جديدة. على الناس. دي تكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا جديدة لها مجالها ولها عملها. أي. أتواصل بها مع الناس. نعم. نتلاقى فنعوض اللقاء الجسدي بلقاء التليفون. إنما لا نطرح حياتنا على قارعة الطريق. ده حرام طبعا، ان انا اقول انا اتخانقت مع بنتي، انا اتجوزت، انا اتطلقت، انا اشتريت، انا اكلت، انا باكل كذا، اكلي على السوشيال حتى وشرب. ده اذا كان الاكل عندنا، الاكل والنوم عورتان. الاكل والنوم عورتان. يعني لو بكسب من ده، لو ده بيعود عليا بارباح، حرام. اكل مال بالباطل، وهاتك ستر. يبقى دائما هاتك ستر طبعا. ياه طبعا. ليه؟ الله، ما انا عندي دلوقتي، انا دلوقتي وقاعد مع زوجتي كده واحنا بناكل وبتاع، الناس كلها كاننا قاعد في الشارع بناكل مع الناس في الشارع. البيت بتاعي والستر اللي فيه ده بيت وستر، امال الابواب معموله ليه؟ طب منشر ده على الناس بغرض التربح، يبقى كل ما يرد علي من هذه الامور حرام، لانه اكلي اخذ الاموال بطريق باطل، واخذ الاموال بطريق باطل يجعلها حرام. محتاجين نتكلم في حاجات كتيرة بشكل بسيط كده توصل للمواطن والمشاهد. وشكرك، تشرفت بيك دكتور شريف عزيزي من علماء الأزهر. شريف، أشكر حضرتك وأشوفكم بكرة على خير. مع تحياتي عز مصطفى، وإلى اللقاء.